الا واحد غادي يكون المعاناه ديالو الشخصيه، لانه الصراحه هذا الشيء راه بلغ السيد الزبا. الحكومه ما نقدروش نقولوا شي كلمه حقا لانهم حنا بحالهم، ولكن خصهم يراعيو حنا هاد الناس. الصراحه متتبعي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من خلال مباشر اخر من مدينة مراكش. اليوم ربما اننا مرارا وتكرارا قمنا بمباشر سواء على المستوى الوطني او بمدينة مراكش بالنسبة للناس التي يشتغلوا في الاعراس، يعني في المجال ديال الاعراس والحفلات اللي كما تنقولوا كنا تنتظروا انه تكون شي التفاته من طرف الحكومه باش انه تلقى شي حل لهاد الناس، خصوصا انه تنعرفهم انه اغلبيتهم ما عندهمش الضمان الاجتماعي، وهذاك المدخول اللي تيصوروه في الاعراس والحفلات فقط يكفي انه باش يصيروا على وليداتهم، ويعني وصل كما نقولوا وصل الوضع الاجتماعي للسكين العظم بهذه العباره هذه. تنشوفوا بانه رغم المجهودات التي يقوم بها الاتحاد الموسيقي المغاربه وعلى راسهم الصمد المجادلي وكذلك السعدي باش انهم هاد الناس هادو ما يوصلش يعني الضرر للسقف الحد الاقصى ديالو، ف يعني بعد من خلال الاعانات والمساعدات الناس اللي مشتغلين في هذا المجال هذا، ولكن الحدود الساعه تنشوفوا بانه كاين تمديد ديال حاله الطوارئ وكذلك تمديد في القرار الاخراني وهو حظر التجوال الليلي، وتنشوفوا بانه المقاهي والمطاعم باقي مشتغلين، ما كاين لا تباعد ما كاين حتى شي حاجه، وهاد الناس يطلبوا فقط انه داك الشيء الموفر للمقاهي والمطاعم وكذلك المطاعم كذلك انه يتوفر لهم تاهما باش تاهما يعتقوا الكريديات ويعتقوا المصير ديالهم بهذه العباره هذه. معنا السي عادل اللي هو من اتحاد الموسيقيين المغاربه اللي غادي يحكي لنا على الظروف من القلب. تفضل السي عادل. السلام عليكم. السلام عليكم سي زكريا، شكرا على الميرون تكرار طرقنا لهذا الموضوع السي عادل، ومع ذلك ما كاينش واحد الالتفاته، كان واحد النقاش انه ربما تخرج شويه الاعانات من طرف الحكومه لهاد الناس هادو، ومع ذلك ما كاينش شي حاجه واقعيه. سي زكريا بعدا تنشكرك على الاستضافه ديالك، تنشكرو شوف تي في على المواكبه الصراحه ديالها اللي يعني متبع معنا كل كبيره وصغيره. اش غنقول لك اخو السي زكريا، الوضع اصبح كارثي بكل ما في كلمه من معنى. الاخوان تضرروا لواحد الدرجه ما كتصورش، درنا جميع الحلول يعني قلبنا على جميع المسائل اللي نقدروا نساعدوا بها هاد الناس. الغالب الله الحكومه ما مسوقاش لينا، قاعده تزيد 15 يوم في 20 يوم في الشهر، والصراحه ما كاين حتى شي التفاته. راسلنا الوالي يعني تصور بالاسماء، راسلناه باسماء والارقام الهاتف والبطاقه الوطنيه ديال كل شخص، واحد 300 او 400 او 500 البشر ديناها وحطيناها ليه، وخدينا لاكيزيرا عندي ها هي موجوده، وما جاوبونا حتى بشي حاجه، وعاودنا درنا تذكير لهذه الرساله، راه داها السي كمال بيجي وجاب لنا لاكيزي ديالها. هاد الناس راه واقيلا واش تيعتبرونا واقيلا الحيوان، حسن لنا على حسب تيبان لي الحيوان، بعدا تيديو الناس اللي عند طبيب بيطاري ويقلبوه وكذا. لهذا احنا راه يعني وصلنا للحضيض كي تنقولوا، وراه الله يحضر السلامه في هذا الشيء اللي وقع. درنا اجتماع في الرباط، مشينا طال الرباط وكنا مع هيئات كبار في المغرب، منها اللي يعني منظمات كبار وداك الشيء، وكان داك الشيء منظم ومقنن وبالترخيص ديالهم. فاذا تنتفاجئوا تما بانزال امني، يلا جاوبونا بكلمه واحده قال لك ممنوع كيف قرار المنع كيفاش جا ما فهمناش، رغم من ان الناس كان عندهم بانهم غادي يكون اجتماع مع مستشار ديال رئيس الحكومه يعني باش يلقاو حلول لهاد الناس، كيفاش واش عن طريق يعني سلف كريدي او اعفاء من داكشي اللي تابعوهم. المهم خص الحل. لهذا احنا استضفتونا اليوم، وحتى احنا استضفناكم باش هاد الناس كل واحد يعبر على المعاناه ديالو الشخصيه، داكشي اللي كيحس به، واللي لان ماشي وصلت للعظم، وصلت للمخ اللي وصل للعظم، ماشي للعظم كاع نهائيا. العظم وصلت ليه في شهر 4 وشهر 5. دابا الناس راه خويا الله يكون في العوان، اقسم لك بالله دي زوديو عندي راه والله العظيم الا لا اله الا الله. الا السعادي تنعرفوا بانه الناس اللي تيخدموا في هذا الشيء ديال الاعراس والحفلات كاين اللي تيخدم بهذاك الجورني هذاك النهار، يعني هذيك البركه اللي سي زكريا. سي زكريا الناس باش تعيش، شوف الناس كتخدم جمعه والسبت، وهذيك الجمعه والسبت هذاك الشيء كيصوروا به هو اللي كيدي لهم الحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس. نعم فهمتيني يا استاذ؟ نعم.
يعني يعني راه الناس عندها أسرة صاحبي وعندها مدرسة وعندها كتب وعندها الضو وعندها الماء وما أدراك اللي معيش خوتو ما خدامينش وتصرف على والديه أمه مريضة با مريض الله يكون في العون والله العظيم الدولة خصها دير معنا حل. حنا ماشي ديال الوقفات حنا فنانة ماشي ديال الوقفات والغوات وديك البسالة خصهم يديروا معنا حل. كيفاش هذا الحل شغلهم هذاك هما مسؤولين على علينا يعني كحكومة حنا ولادها هما باواتنا راه الاب ما تيخليش ولادو بالجوع سي زكريا هما الحكومه راه هي الاب ديال هذا الشعب يعني خصهم يشوفوا لهاد الناس حل وما باش ما يجاوبوك ودابا كيفاش انت تكون واحد اطار قانوني وكترسل هاد الناس ما كيجاوبوكش يعني هذا الشيء كيضر في الخاطر وانا نخلي الكلمه للاخوان كل واحد غادي نشوفوا الاخت هي ام شيماء راه منشده هي وهي كتمثل المنشدات ديال مراكش غادي تفضل يعني لالا دروكا خلال هاد الظروف اللي كتعيشو تنعرفو بانه كانت الشهور ديال الحجر الصحي وحال الطوارئ كلشي كان تينتظر بان موراها الامور ترجع لمجاريها كنتو تنتظرو كذلك انه شهر 7 و8 تشتغلو ولكن توقف الامور كلها توقفات في دقيقه ما عرفتوش علاش حتى راس العام اللي كنتو معولين عليه انه تنقدو ما الواجب ديال السنه كلها هي حتى هو خرج تفاجئتو بقرارات ديال الحكومه يعني فين وصلت الامور عندكم ايوا فين وصلت الامور الله اللي غادي يعلم على فين وصلنا راه وصلنا ماشي كي قال الاخ ماشي العظم دخلنا لذاك المخ اللي هو قضيه حامضه زعما بزاف ما عندناش باقي ما عند وكاينين بعض الاسر اللي راه صلى على النبي وقفات بيهم وقفات بينا كنا منتظرين واحد شويه كل اسبوع تنقولوا هذا الاسبوع يعني هذا الشهر يعني لكن تنشوف انايا كلشي وقفنا وقف الباب ما باقيش كاع بغا يتحل هاد الناس ما كون هي قالوا لنا الله يجازيكم بخير سيروا نقطعوا لكم حتى النفس راه هي اللي باقيه عندنا غير النفس باش واقفين ومراجع راه كاين الناس راه غرقات كريديات الناس راه ما تلا حتى اللي بغى يسلف راه ما تلا عنده منين يسلف داك اللي بغى يتسلف ما عنده راه مضرور اكثر منك داك اللي بغى تطلبو يخلص لك الكرا راه مضرور اكثر منك راه الناس هي قضينا شي بشي 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 دابا راه ما بقى لينا حتى ما نبيعو ما بقى لينا دوزانات كاع اللي عنده شي دوزان راه لا حول ولا قوه الا بالله الناس راه كنعرفوهم راه ما بقاش عندهم تقول ما تدي لي من اليسرى وشي تيطلب شي 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 تيقضي من عند شي دابا راه ما بقى حتى واحد بغى يقضي الاخر حيت كلشي ولينا في كفه وحده الله يجازيكم بخير حنا كنطلبوا نشوفوا غير يحلوا معنا غير شي باب يحلوا لينا غير شي باب يقول لك هذا الباب راه اجي وراه بغى يكون فيه ولا بغى يكون فيه واحد اللحظه كانت الحكومه قررت انها تدير شي بالنسبه للاعانات الاعانات وداك الشيء انه توفرها من خلال صندوق الضمان الاجتماعي ولكن شتا ديك الاعانات توقفات يعني كان بيدير واحد الاجر ديال 2000 درهم 2000 درهم ما كاينه لا 2000 درهم لا 100 درهم لا 20 درهم راه كنا شتي حنا ديك ال 20 درهم اللي كانوا كيعطيونا الناس كنا كنقضيو بها من السبت للسبت غنقضيو دابا حتى حد ما شكون بيعطيك 20 درهم ما كاينش فلهذا راه زعما لا حول ولا قوه الا بالله كنشوف التعليقات هذه يعني باش نكونوا تجاوبوا مع الناس اللي كيعلقوا الا كنتم سنوات انتم خدامين على ما جمعتوش في هذيك الظرف على 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 حنا تنشطبوا الفلوس عند عباد الله ما يمكنش تنخدموا راه تنخدموا للسبت للسبت يلا ابين تدي السبت للسبت الشتوى تنخدموا لها في الصيف هاد العام راه لا صيف لا شتوى لا عيد الكبير لا هادي لا ديك لا ديك لا ديك حتى وحده هي كنا كنخدموا حنا راضيين بهذاك الحكم هي كنا كنخدموا ولكن ماشي تنخدموا على عمرنا تتخدم غير السبت للسبت الجمعه للسبت الحد هادشي اللي كاين ما كاين لا باش نخدموا لا اسميتو نخدموا للعام ما كايناش نعم دوكا بغيت نسولك حيت هذا الشيء مستمر لان ما بيناش الرؤيه ما واضحاش ما واضحاش في اي لحظه يقدر واحد انه بعد 15 يوم انه القرار يتمدد عاوتاني ديال حاله الطوارئ ويعني تطيحوا في نفس الاشكال انه ما غادي ترجعوش وتعرفوا بان هذه بس سيزون يعني الشهور صافي هذه ما تكونش فيها العمل شهر واحد وجوج ما تيكون لا اعراس ما تيكون لا حفلات لا شي حاجه كاينه يعني في حاله ما هذا الشيء استمرت الوضعيه فين غتوصل الامور عندكم؟ ايوا فين بغات توصل راه وصلات ما نقول لكش اولدي فين غتوصل وصلات هي من دروك
عاد زيد شهر واحد جوج وسميتو كنا كل نوبه تنقولوا زعما راه يمكن، ولكن هذا الشيء راه بزاف علينا. نرجو من الله يشوفوا منا هاد الناس، يشوفوا من حالنا وحال هاد الامه كلها اللي عايشه من هاد العمل. راه كل شيء عايش، ما اللي تعيشوا مع العراسة تعيشوا مع سميتو راه عايشين هي مع الناس ما شاء الله، اللي كيقولوا عايشين مع الجواد، حنا عايشين مع الجواد. الله يكرمكم الا ما تشوفوا من حال حالنا، راه حنا وقفنا مواصل معك الشريف، حنا شتي حنا نبقى مواصل معكم حتى يوصل الصوت. الا ما كانش وصل الصوت بالكتابه غادي يوصل بطبيعه الحال عبر سميتو، غادي يوصل عبر القناه شفتي بطبيعه الحال والمسؤولين كلهم. الشريف شنو فاش تشتغل بالضبط؟ عندنا شغل في العماريه. نعم الناس العماريه، الناس العماريه مالينا لله تعالى غالب الله تعالى. شحال تتصور ديك الساعه هذيك الليله؟ كون واضحين دوك اللي عطى الله عطى. لا عطى الله عطى. انت وحدك. كان ديك الساعه تتصور كاع هذاك مول العماري تيهز العماريه وتيهز ذاك العريس ولا العروسه ولا النسب، كنتوا يعني بالبركه. البركه تاع الله تعالى. يعني السقف كاع شحال تقريبا كاع تكون في الشهر باش تعيش انت وليداتك. والشهر الا خدمتي جمعه وسبت وحد في الشهر كاع شحال تصور؟ 12000 وتوكل ثلاث الاولاد. وكل والديك وكل خوتك. والعماريه راه ما حسبها الا الله تعالى، خص بنادم يجرب العماريه. حسب العماريه داك اللي تيهزها. انت ترجعوا من الله تعالى. هما سيدنا يشوف من حالنا. يعني الوضعيه ديالك الشريف، شوف انا الدموع دوكا غالبينك في وسط عينيك، ولكن ما كما تنقولوا الانسان كان كرامه حبساه، كرامته حبساه. ما قادرش يقول الوضعيه في العيش، ما قادرش يقول اشوف فين وصلت فيه. الوضعيه الظرفيه يعني في وصلت امورك الان؟ وصلت الامور اش بقى ما عندك تما تبيع، تما تبيع تاكل ولادك ما عندك. ما غلب الله تعالى. والوليدات ملي تيشوفوك قاعد الشريف انت ما بقيتيش خدام اش يقول لك؟ يعني تشوف بان المطالب ديال العائله دائما في استمرار. خصك تبدا تكذب عليهم. انا خارج للخدمه، يعني جاي مشيت للخدمه، خصك دانون باو هادي خصك تكذب عليهم. كاين الحباب الحمد لله، صحابنا وخوتنا تيديروا هكا هكا، الحمد لله حنا غاديين معاهم. تنترجاو من الله تعالى يشوفوا معنا ويشوفوا لنا شي حل في هذا الشيء هذا. شنو الميساج ديالك ولا الرساله ديالك لرئيس الحكومه الاعتمادي؟ تنطلب سيدنا الله يجزيه بخير. نعم. والله ينصروا علينا، هو بنا، هو اللي بغينا يشوف لنا الحل. إذا ما شافش لنا سيدنا الحل في هذا الشيء هذا ما كاينش اللي غادي يشوفوا لنا. هذاك هو بنا، هذاك هو كل شيء. نعم. حنا ولادو، يشوف من حالنا ويشوف لنا الحل تاع هذا الشيء. تشوف بأنه أصحاب الفنادق حتى هما استفدوا من الصندوق ديال الضمان الاجتماعي. ودروك الان هما تياخذوا واحد 2000 درهم تيتسافدوا من هذه، يعني في ظل هذه الجائحه بعد ما الفنادق انهم واقفين، ولكن انتم ما خديتوا حتى شي حاجه، حتى واحد ما التفت لكم وحابسينكم من فوق من الخدمه. حتى حنا ما كرهناش هذيك، حتى حنا ما كرهناش شي حاجه تكون ضمن لنا واحد الشهريه نبدا نقبضوها حتى حنا ونحسوا براسنا حتى حنا عندنا واحد المدخول اللي هو قر. خصنا مغاربه بعدا. حنا عايشين ما عرفتش ما نقول لك. نعم الشيء. عايش بحال ما عايش وصل عندنا. ان شاء الله غادي يكون الرساله وصلت بشكل اللي خصو يوصل للمسؤولين. على ما اظن الناس ديال عيسى وليك الشريف. يس. تنعرف لكم بانه تبارك الله الا ما كنتوش يعني ما كاينش ما تكونش في العلم بطبيعه الحال، ولكن دروكا الغلب الله. الغلب الله ما بقى الامور وقفات والوقت وقفات وانتم تبارك الله تنعرفكم بانه تقريبا الفرقه تتكون فيها 12 ولا 16 واحد. 12 لواحد تقريبا 12 لواحد 14 لواحد. والرئيس اللي تيكون دابا ولينا تندخلوا معنا حتى العيالات حتى هما يعني تتولي تتمشي حتى ل 20 واحد. شوف شحال من واحد تيترزق على الله من هذا الشيء هذا. يعني بزاف الناس 20 واحد راه كل واحد عنده عائله وعنده فيها وليدات. شوف شحال زائد العرس، راه العرس المغربي راه عاد شحال واحد تترزق من الله. سربايه وصحاب العماريه وعاطي الناس اللي بغى يركب حتى مول الطاكسي حتى هو اللي تيدي الناس راه تترزق الله من هذاك العرس. الطباخات عاد شحال من عائله تشردات دابا شحال من عائله. نقولوا اليوم غدا السيمانه هاد السيمانه عاد الاحساس باش نحسوا حنا باش نقولوا هاد السيمانه غادي يطلقونا، السيمانه الاخرى غادي يطلقونا، تيخرج بلاغ 15 يوم 6 هاد السيمانه هادي هاد السيمانه هكا بقينا.
يعني انا ندرج لك واحد النقطه وبغيتك تجاوبني بها بصراحه. بصراحه تشوف بانه بعض المرات تشوف انت تنشوفوا انا بعض الفنانين هما تيقوموا بسهرات يعني تتداول مواقع التواصل الاجتماعي تتداولوا سهرات ديال الفنانين وبعض المرات انه تفلتوا منها وبعض المرات تكون اعتقالات فيها، ولكن هذوك الناس اللي باقي تيشتغلوا ولا تشوف بعض المرات تشوف انه دروك تدوز حدا شي ريستورون تتلقى بانه مور ريستورون عامره عنده ماكله تباعد ما كاين شي حاجه وخدامين وانتم حابسينكم، يعني كيفاش يكون الشعور ديالك انت في هذيك اللحظه؟ حنا الشعور ديالنا بان تنحسوا راسنا حنا ما بنادمش، حنا ما عندناش شي قيمه في هذه البلاد هذه وما عندناش شي قيمه في يعني باش هذا هو الشعور ديالنا، يعني القهاوي راه ما كاين لا تباعد لا حتى شي حاجه، الحمامات اي قطاع وكل شيء استافد كل شيء خرج يتمعش الا القطاع ديال الحفلات ديال الاعراس ديال هذا هو اللي ما هذا عاد شي حتى اللي تيدير شي حاجه بالتخبيه راه تيديرها وراه ما هاني هذاك هاني. نعم كل الوضعيه ديال الفرقه دروك انت رئيس انت تقود فرقه الوضعية. ولكن بصراحه الناس اللي تشتغلوا معاك اللي تشتغلوا معايا كاين اللي تلق كاين اللي باع حوايج وكاين اللي باع كاين اللي ما لقى بغير يبيع وما لقى اللي يبيع كل واحد واش دار الوضعيه راه انا 12 واحد تنضل تنهضر معاهم تنضل تنصبرهم غير بالهضره حيت حتى انا جهد الا جهد الله ما لقينا باش نقوموا معاهم باش تقوم مع 12 واحد هي. نعم يعني ما لا حول ولا قوة الا بالله. هادشي تواصل هادشي اللي بقى مستمر اخويا. هادشي اللي بقى مستمر راه تنتسناو غير الموت دابا ما راه وصلات فين بغات. وصلات فين بغات كاع. نعم. وكثر ما فين بغات كاع. نعم. شكرا لك، يعني شنو الرسالة اللي بتوجه انت شنو الرسالة؟ الرسالة هو يشوفوا من حالنا وراه حنا تقهرنا بزاف هادشي و انتم مستعدين للتباعد؟ مستعدين حنا للتباعد مستعدين 25% انت عاد مستعدين الا بغا يمشيو غير ربعه اليوم وربعه غدا ثاني ترزقوا الله ويمشيو ربعه اخرين ثاني حنا مستعدين لاي حل يريد يجيو معنا الحل يري عتونا هي شي راس الخيط ماشي نساونا حنا منسيين دابا حنا واحد الفئه اللي هي منسيه. نعم الا عطيكم فرصه باش يعيش بنادم قلت لك راه كاين اللي تلخ كاين اللي باع كاين اللي بغى يخلص هي الكرا ما لقاش باش يخلص وكاين اللي تيتسالو دابا عامة الكرا ماشي دابا نجاوب هذوك الناس اللي قال لك حنا كنا تنخدمو تنخدمو جمعه وسبت تنصيرو بها سيمانه حنا راه الا جا غير رمضان راه تنبقاو تنجمعو ليه قبل من رمضان تنجمعو بشحال باش نجمعو باش نصيرو في رمضان. نعم يعني ماشي تنخدمو راه تنخدمو راه الا غير رمضان وراه تتلقى بنادم تيتزير واسعاك عام عام هو راه غادي ينفع. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله والله ينصر سيدنا وتنشكروا سيد الرئيس وسيدي عادل اللي قايمين بالواجب وكثر من الواجب وتوصلوا صوتنا للمسؤولين وما خلاو ما داروا على قبلنا من بداية الجائحة هاد الناس لقيناهم تيهضروا علينا وتيتكلموا داروا الحلول جميع الحلول وكاع البيبان تسدوا في وجههم الله يسمح لنا من حقهم وصافي. شكرا لك يا خويا. شكرا خويا. حنا نبقى مواصلين معكم حنا اليوم تنوقفوا على الهموم تنوقفوا على الناس فين وصلت فيهم يعني الظروف الان وحنا مع الناس اللي تخدموا في الاعراس والحفلات معنا يعني من الناس الموسيقيين يعني اللي تاثروا الحفلات في الاعراس والحفلات. انا خويا دروك اموركم فين وصلت هذه الظروف؟ الامور كي قالوا الاخوان راه الحاله راه يرتلها الناس راه كاين كي قالوا الاخوان كاين اللي طلق كاين اللي انتحر كاع مازال اللي يرتلق وهذا راه كاين اللي وصلت به الوقت لانه ينتحر وفكروا الناس صحابنا وتنعرفوهم بزاف يعني كاين ما يتقالوا وداكشي اللي بيتقال كثير بزاف. نعم وشنو هي الرساله ديالكم اللي بتوصلوا انت الشريف؟ والرساله اللي بينا نقولوا والله ينصر سيدنا ويشوف مرحلة هاد الناس هادو الناس اللي متضررين بهاد الجائحه هذه وكي قالنا كي قالوا الاخوان راه القطاعات الاخرين راه كلشي خدام راه غير من الطوبيس راه غير من الطوبيس راه ما تلقى كاع فين توقف. يعني وحساب الناس كي قالوا الاخوان راه كاين اللي بغى يخدم غير والناس اللي بيديروا العراسات قالوا لك اودي واش تجيو تخدموا لنا ونديروا التباعد ونديروا الناس بغاو يفرحوا بريوسهم وراه راه عرس واحد راه تبارك الله راه تتعيش منه راه عرس حسبنا ذاك النهار عرس ديال اي جوج طبيلات الناس اللي معروضين جوج طبيلات راه فوق من 50 واحد اللي واكله فيها طرفه الخبز راه من البقال راه تتمعش وكيقال سي كمال راه من مول الطاكسي كياكل الخبز من هذا العرس هذا راه الطومين تاع العراسات راه قطاع كبير وبزاف كاع. نعم
نعم شكرا لك بارك الله فيك. احنا نرجعوا مع السي علي الحسن باش هو اللي عايش هادشي، عايش الهم ديال هاد الناس هادو وعايش الظروف ديالهم. السي علي عرفناكم بانكم كتجهدوا في البدايه انكم وصلتوا لحقوقكم وفرت واحد البركه لهاد الناس، انت والرئيس يعني السي عصامد المجدي اللي امامنا الان من خلال هذا المباشر، عندكم جهوداتكم قلتوا لربما وعسى، قلتوا الحد في هذا الشيء انه شهر 4 ولا 5 وكنتوا تنتظروا شهر 7 و 8 تعتقوا الموقف، ولكن الظروف بقات مستمره. نعم هو الصراحه تنشكروا بعد السيد الرئيس السي عصامد المجدي، لان انا اللي قريب ليه بزاف وشفت شنو دار. انا داك السيد الله اللي غيجازيه الصراحه توقع. انا تنظن بان داك الشيء اللي دار هذا السيد محال يديرو رئيس الحكومه، والله الا محال. ما تنظنش بانه رئيس الحكومه غادي يبدا يعني يوقف مع الناس من شهر 3 حتى لدابا، وما وقفوا معنا حتى نهار انا عشقتيه نهار نسمعوا بانه رئيس الحكومه راه عطى لهاد الناس وقعد معاهم وهضر معاهم وتناقش معاهم ولقاو حلول. هذاك السيد الله اللي غادي يجازيه. اما بالنسبه سي زكريا يعني السؤال اللي سولتيني، حنا اخويا جرينا حتى حماقنا، مخلين ولادنا ومخلين مسائلنا ومخلينا ما درنا والسفارات ونمشيو هنا ونمشيو هنا، والصراحه بدينا كنعيا باش نكونوا واضحين. نكونوا واضحين السعاديين، تقاسمتوا البكاء مع ناس في ظروفهم، يعني وقفتوا مع ناس في مرض، وقفتوا على ناس كانوا على شفاء انه ولينا كنصالحوا الناس. والسي زكريا والسي زكريا والسي زكريا ولينا كنصالحوا الراجل مع المراه ونمشيو نديروا لهم عقلهم. تتقول لك ما قايمش بيا، انا لا تنقول لها الله يهديك، واش دابا تتلقى المراه صافي تتقول لك لا اعطيني اتساع، ما اش بغا يدير مسكين، واش عرف شي حاجه يديرها؟ ودابا الغريب في الامر راه جا السيد هنا وقال لك عافاك دبروا لنا على الخدمه، ملي مشينا عند الناس قال لك واش انا نقصت الخدامه ولا بغيت نزيدهم، راه كورونا الشريف، راه انا عندي 15 خدام وجريت على ماشي جريت يعني نقصت خمسه ولا سته، وانت دابا جبتي لي واحد تقول لي بغا يخدم، راه دابا المشكله الناس كلها بغات تخدم، ما باقيش كاع باو هذا الفن وهذه الموسيقى وهذا الميدان وباو يخدموا. هي ب 30 و 40000 ريال في الشهر، انا عندي صاحبي فنان بلا ما نذكر سميتو راه خدام باب واحد القهوه 40000 ريال في الشهر تيوقف 11 ساعه 11 ساعه مسكين تيوقف على رجليه باش يعطيه مول القهوه 2000 درهم. هذا معدا هو لقى واحد تيقول لك بغيت انا 26000 ريال في الشهر، وانت تمشي كاع تهضر مع السيد تيقول لك اخويا السعادي واش حنا تنقصوا دابا الخدامه ولا كنزيدوهم، واش ما جيتش نشرح عليه؟ راه وضع كارثي، راه الكارثه. واش 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 هاد الحكومه عارفه مثلا بان التلقي حيبدا في مارس مثلا؟ انا غنديروا حنايا واحد عمليه حسابيه، عطيو لهاد الناس غير واحد وجوج وثلاثه، واحد 1000 درهم 1000 درهم 1000 درهم، الميدان فيه جوج المليون ثلاثه المليون ديال البشر، واش الدوله غتغير بهاد ثلاثه المليون ديال البشر الا بغات دير معاها لوجيست ودارتو مع الوطن كله؟ انت شتي فاش بدات الجائحه، هامول 26 هامول 20 هامول 16 وتحبس كل شيء. سيدنا الله ينصره راه جرى ما جرى، راه هو كاع فمو قال لك اودي ما بقى عندنا ما نعطيه، ولكن مليار و400 مليون مثلا اللي خرجت هذوك الناس فاش بغي يخرجوها راه يخرجوها لهاد الناس اللي واكلين العصا. الله ما كاينش التجاوب ديال المسؤولين هنا، ميراوتي راه هذا هو التسويق، لقيتوا باب الوالي باش انه ديروا معاه اجتماعات وتوصلوا شي حلول، شنو اللي تقدر انه تلقى لكم شي حل؟ انه على القليله انكم حسيتوا انتم على ما اظن حسيتوا الناس اللي تيشتغلوا هنا في الميدان. احنا مدينه مراكش عرفنا دابا كاع شحال من واحد كاينه، هما راه معصوب راه الفنانه ديال مدينه مراكش معروفين وديال كازا راه معروفين. دابا احنا درنا اتحاد وطني، كل 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 جهه فيها السيد اللي مسؤول عليها عارف الناس ديالو 400 او 300. حنا الا ما قدروش هاد الناس يحصيو حنا نحصيو، حنا سيدي نشوفوا شحال موسيقي كاينه في هذا المغرب كاع، خصهم دابا غير قلت لك غير جلسوا معاك طويله الحوار، غير 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 وانا ملي مشينا كاع نجلسوا معاهم لطاوله الحوار ونتناقشوا، راه كي قلت لك جا الامن وقال لك منوع صافي سالينا. علاش بالضبط انتم القطاع ديالكم تشوفوا ان كلشي يديروا معاهم اجتماعات كاع القطاعات كلهم يديروا معاهم بما فيهم ديال السياحه اللي ترتبط بكم؟ هذا راه شوف السي زكريا هذا هو التساؤل، راه هذا هو التساؤل. راه والله العظيم غدا اجا خو سي زكريا مشي انا وياك القهوه زيدوا هادشي كتعرفوا، واجي تشوف القهوه اش فيها، راه فيها عرس، القهوه فيها عرس، مطعم فيه عرس، فين ما مشيتي راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. واش هاد وراه المارياج او الحفل راه اصلا هو فيه التباعد، راه تتلقى ما بين الموسيقي والموسيقي راه القانون كاين. العفو بين تطب لا ميتا علاش 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 لا علاش دول اخرى شتنا الله يفك قبيله في اسرائيل الله ما عاد فين،
او ديال الخدام الجوق ديال الكمامه ديالو كاين تباعد بيناتو. نعم. كاين تباعد ما بين الموسيقيين. نعم. الناس اصلا تيدير الطبله فيها 10 غنديروا فيها غير 6 والتباعد ديالهم راه هاد الناس ما بغاوش يديروا مع هاد الناس. اي الا كان هاد الشيء مستهدف راه مستهدف اخويا. المهم راه شوف راه والله العظيم راه ما تنغوتوش غير هكا. راه عرفتي علاش تنغوتو سي زكريا؟ لان خفنا نولي تنشوفو انتحارات على المباشر. تقبيه انه راه غادي تقبيه سي زكريا انه راه والله العظيم الا بغينا نوصلوا لحالات ديال يعني انتحارات على المباشر. هذا الشيء ناقشنا انا وياك سي علي مرارا وتكرارا جيتو الناس على الانتحارات باش انهم وشحال من واحد والله العظيم الا عتقت حالات انتحار في الربعه الصباح. الله سخرني لهذاك السيد بغيت نسول فيه لله. تنهضروا انا وياه قال لك عرفتي فاش لقيتيني كنفكر قال لي لقيتيني كنفكر بين هز طوموبيلتي وبين دكاوت قال لك مع واحد النزله عندنا تخرج ديريكت للبحر وبغيت نطلقها ونشهد الليله عليها. قلت له واش انت عندك شي عقله سي فلان ولا لا؟ وهذوك الوليدات وجوج عيالات ماشي حتى وحده وهذوك الوليدات وهذاك الشيء. قال لك والله العظيم الا تغمضوا لي عيني والله الا تنهضر معاه من جوج ونص الصباح حتى السبعة اللارو. وقال لي تنشكرك واقسم بالله الا درتي حسنة. هذا غير واحد في بزاف راه خص الحل والله العظيم. حنا كاع حنا اللي رؤساء الفروق والحمد لله وبخير وعلى خير وعينا. يعني تتعطوا في اللحم الحيه وتتعاونوا الناس اخرين ومع ذلك خص هذا الشيء خص الحكومه هي تتدخل والمسؤولين اللي خصهم يتدخلوا. لا هو بحال دابا بحال باغ اكزومبل السيد الرئيس ديال الاتحاد اش عنده من ربح دابا هو تيخسر من جيبه على هاد الناس؟ اش عنده؟ بيمشي لشي منصب بيقبض شي منصب بيقبض رئيس شي مجلس ما عنده حتى مسكين هي فنان بحالنا بحاله. وتيخسر من جيبه شتي كون هي كان هذا السيد بيترشح او بيمشي انتخابات او 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 تتقول راه عنده هدف لدرجه الله يسمح لي. ولي تنقول يا خويا راه انت عندك ولادك انت عندك مسؤوليه تيقول لك اودي غير خلينا كاع. ولكن لا صاحبي راه الناس خصها تراعي كاع كيفينا حنا الحنانه وزرع علينا ربي في الحنانه وتربينا فيها راه خص حتى الناس يديروا شويه هكا وهكا. خص الحنانه تكون في قلوب هاد الناس. اشنو هما المطالب فاش كنتوا انكم بتجتمعوا اشنو هما المطالب باش توقفت هذاك الاجتماع هذوك شنو هما القرارات اللي كنتوا بغيتوا تدخلوا هذوك شوف شوف ما نقولوش كانوا يعني بنطلبوا شي حاجه ولكن كان هناك حوار ما بين هذه الهيئات الرؤساء ديالها بما فيهم رئيس الاتحاد كان بيكون حوار وايجاد حلول كانت الهيئه ديال التصوير كانت الهيئه ديال ارباب المطاعم وكذا يعني كانوا هاد الناس بيلقاو مع المستشار ديال رئيس الحكومه بيلقاو حلول اللي هو بغي يزممها ويسجلها ويوصلها لرئيس الحكومه. فاذا بنا حتى هذاك السيد ما خلونا نهضروا معاه. فهمتيني اش بغيت نقول لك؟ بغينا نلقاو هي حلول واما المتطلبات هذيك بوحدها لان كل واحد تنشوفوا حنا ما قاطعتك السعادة تشوفوا اصحاب الحفلات ممول الحفلات مرارا وتكرارا داروا اجتماعات واسسوا اتحاد واسسوا جمعيات ديالهم واسسوا الفيدراليات ديالهم والتنسيقيات باش انه يقننوا هذا القطاع وانه الناس اللي تيشتغلوا في هذا القطاع حتى هما يكونوا يستافدوا حتى هما من التامين ويستافدوا من الامور حتى وصلت حتى لعندكم وهي توقف. هذا هو الغريب في الامر انه ما الفائده من اطار قانوني الى الدوله ما باش تستجب يعني تجاوب معها. ما الفائده ان يكون عندك اطار قانوني ديالك وطني وفي الاخر ما تلقاش تجاوب وماشي ما تهضرش تجاوب من يعني وتجاوب غير محلي غير الوالي غير يجاوبنا. قلنا له ودي راه كاينه 600 عائله الارقام ديالها الهواتف ما ريت لي كارت ناسيونال يعني سا ديبون انت قلب عليه واش خصو ولا ما خصوش. راه الدوله ما غالبها حتى شي حاجه راه دير طق طق وطلع لها شكون انت. فهمتيني اش بغيت نقول لك تعرف واش عندك واش ليك واش تدير وكذا لان يعني هاد الناس ما بغاش يديروا الحل معك. عاودنا كتبنا رساله اخرى عاودنا صيفطناها ما كاين حتى جواب. والا قلت لك شنو هو الطلب راه غادي تضحك. ما قلنا حتى شي حاجه قلنا لهم غير قفاف لهاد الناس غير ياكلوا ويشربوا. متطلبات ديالنا السيد الوالي هنا ديال مدينه مراكش هو قفاف لهاد الناس 300 قفه او 100 المهم تتسمى بانك تدير شي جست. دابا راه السيد الرئيس هو مشى دار واحد لو جست وتيجمع باش يدير الناس القفاف من مالهم الخاص. محسنين الله يجازيهم بخير. ما شاء الله ما شاء الله. شنو الرساله ديالك الاخرى السي عادل؟ خويا الرساله ديالي الاخرى من خلال المباشر شوف الرساله ديالي الاخرى للناس المسؤولين اللي هاد الناس عطاوهم اصواتهم وكانوا وماشي بعيد راه كنا اللي تيجري معاهم في الحمله ديالتهم. الله يجازيكم بخير. راه ما بغيناش نوصلوا شي حاله اللي نبداو تنبكيو والمغاربه كلهم تيبكيو. ما بغيناش نوصلوا لها على قولة الله الكبار. الله يرحم لكم الوالدين. الناس اللي مسؤوله تدير حل مع هاد الناس ولو بالقليل.
وراه اللي درتوه هنا غادي تلقاو ليه، راه كاين الموت وكاين الله سبحانه وتعالى، واخر المطاف الله ينصر سيدنا، وراه اكيد ان سيدنا غادي ينصفنا في الاخر. نعم، شكرا لك السي عزيز، الله يحفظك ليا وتبارك الله عليك وشكرا على الزياره. على العموم راه كما سمعتوا على قلت الله اكبر، يعني السي عزيز لخص كل شيء، الظروف الاجتماعيه ديال الناس اللي تيشتغلوا في حفلات الاعراس. نتمنى انكم صادق انكم تشاركوا معنا هذا المباشر باش الهموم ديال هاد الناس اللي تيشتغلوا في هذا القطاع توصل لمن يهم الامر، بما فيهم من الحكومه، بما فيهم المسؤولين على هاد القطاعات، بما فيهم والي جهات مراكش السفلي اللي خصو يتحرك باش يلقى شي حلول لهاد الناس، ولو سميتو ولو هاد انيه قفف كما قال السي عادل لهاد الناس. غير الاكل ما باقيش طلبنا شي حاجه من غير انك تاكل وتشرب، راه الجوع صعيب. نعم، راه الجوع واعر، راه الناس تصبر لكل شيء والجوع راه ما يصبر ليه حتى شي حد. نعم، هذا الشيء راه ما طالبين حتى شي حاجه، طالبين غير الناس تاكل وتشرب. هاد الناس راه ما بغاو لا طرف الارض، ما بغاو يبني وما بغاو فلوس، هاد الناس راه بغاو قفيفات لوليداتهم. راه ملي بنادم تيقول لك ما عنديش 3 دراهم تاع العدس والحمص، راه لا اله الا الله محمد رسول الله، الله يرحمنا الله يرحمنا الله يرحمنا، هذا ما نقول. نعم، يعني نخلي كلامك ما نقولش على كلامك، شوف كلامك اخر الكلام هو لا اله الا الله محمد رسول الله والله الوطن المالك. شكرا لك سي عادل. العموم نتمناكم انكم تشاركوا معنا من خلال هذا المباشر. سي عادل راه الخص بما يكفي من خلاصه بما يخص، نتمنوا من الله تكون يكون اخر نداء، نتمنوا من الله يكون اخر نداء، حنا نبقاو مواصل معكم الى الله يجازيكم بخير. لا لا يخطيكم في هذه الامور، لا لا يخطيكم. نتمنىكم انكم تبارطاجيو هذا المباشر باش الرساله ديال هاد الناس، لانه راه ما بقاش الصبر، الصبر تقادى وراه الله غل. نتمنىكم انكم تبارطاجيو مزيان هذا اللايف باش الرساله توصل لمن. شكرا شكرا شوف تي في، شكرا استاذ زكريا، تنشكروا المنبر الاعلامي ديالكم اللي تبارك الله ما شاء الله مواكب كل كبيره وصغيره، الله يحفظ دكم. اللهم امين. نتمنى من الله، نتمنى من الله، الله يحفظكم. شكرا شكرا.